شوف بقى ايه اللي حصل وحضراتكم قلتوا ايه. انا العربي بيقول اللي هيتظاهر هيدخل السجن. وزير التعليم المصري مهددا اولياء الامور المعترضين على قراراته بخصوص المدارس التجريبيه وتعريب المواد لا لتعريب المدارس الرسميه لغات، والمدارس الخاصه مستثناه من القرار. ده كان الخبر مشاهدينا الكرام من انا العربي. تعالوا بقى مشاهدينا الكرام نشوف تعليقات حضراتكم قلتوا ايه على هذا الخبر. يلا بينا نبدا باول تعليق معانا. دكتور حازم عبد العظيم بيقول وزير التعليم اللي هيعترض او يتظاهر هيتحبس. انا هقدم بلاغ ضد حضرتك بالإساءة الرئيس الجمهورية واتهامه بالديكتاتورية على خلاف الحقيقة، لأن ممكن ياخدوا تصريح بالتظاهر من الداخلية حسب القانون، والسيسي أكتر رئيس ديمقراطي في تاريخ مصر، حتى اسأل مخرم محمد أحمد. طيب هو ده بقى النظام في مصر يا جماعة. اللي مش عاجبه هيتحبس، اللي مش عاجبه هيتقتل، اللي مش عاجبه هيتسجن. الموضوع ده مش بيتطبق في التعليم بس على فكرة، ده بقى أصبح منهج وسلوك ومنهج حياة بالنسبة لدولة كاملة، من تعليم بقى لصحة لتموين، كل مناحي الحياة لكل وزارات الحياة. هم سيدهم عبد الفتاح السيسي اداهم كده وقال لهم وعلمهم ان اللي مش عاجبه يتسجن واللي مش عاجبه يموت، واحنا سياد البلد وهنعمل اللي احنا عايزينه وانا في ظهركم. ده كلام الاخرق عبد الفتاح السيسي للعصابة اللي مشغلهم وزراء. يلا نروح لشيماء محمد اللي بتقول وكأن التعليم كان ناقص وزير أهبل يجي يبوظه، هي خربانة خربانة. أو فيتو وزير التعليم، لدينا منظومة جديدة لانج. طب بالله عليكم في وزير تعليم يقول كلمة لانج دي؟ لانج ده أنا آخر مرة أعرفها كان مسحوق غسيل. هتخلينا نقفز زي الضفدع. ده أنا وقفت عند لانج وسبت الضفدع. طيب المنظومة الجديدة واضحة وباينة بصراحة، وبانت نوايا الوزير اللي شغال بعقلية الجيش، القرارات تتاخد ومفيش نقاش، واللي مش عاجبه هيدخل السجن. يلا نروح بقى لمسؤول شباك تويتر ونشوفه بيقول ايه. طالما وزير التعليم مش بيعلم ولاده في مدارس حكومة، ولا وزير الصحة بيعالج ولاده في مستشفيات حكومية، ولا وزير البترول بيقف في بنزينة، ولا وزير التموين بيشتري أي سلعة من التموين، يبقى كل وزير يحط لسانه في بقه وما يجيش يتنطط علينا بكلام ملوش لازمة. الوزراء تقريبا كلهم ما فيش واحد فيهم يرضى ياخد الخدمة اللي بياخدها الشعب، استحالة. كلهم بياخدوا خدمات فايف ستار، يعني غالبية ولادهم بيتعلموا في مدارس دولية. أما بقى المدارس المصرية والخدمات المصرية لا ترقى لمستوى البني أدمين، ولاد الوزراء وولاد البشوات، مفيش الكلام ده يا معلم. الحاجات دي للفقراء والغلابة والمطحونين وبس، إنما الناس ولاد الوزراء والمستشارين والقضاء والعساكر والجو ده، دول بقى ليهم مدارس تانية، ده إذا كانوا أصلاً بيتعلموا في مصر. عشان كده لما بياخدوا قرارات، واخد بالك معايا، لما بياخدوا قرارات بيحطوا في اعتبارهم الطبقة اللي هم منها بس، يعني القرار بيبقى متفصل على الطبقة اللي هم منها، ما بيفكرش في حضرتك خالص. يلا نروح ليوسف. يوسف بيقول المدارس التجريبية نجحت في مصر، وبدل ما وزارة التربية والتعليم ما تحافظ على نجاحها قررت إلغائها، وبدون حتى نقاش مجتمعي في قضية مهمة زي التعليم. لكن نعمل إيه؟ فكر العسكر معشش في كل مكان في مصر، وزي ما قال وزير التربية والسجون اللي هيعترض هيتحبس. من يوسف مشاهدينا الكرام تعالوا نروح لأحمد عز العرب ونشوفه بيقول إيه في نفس الموضوع. أحمد عز العرب بيقول صعب نصدق أن يكون عرق القومية والغيرة عليها نقح على وزير التعليم فألغى تعليم اللغات الأجنبية، وهو في نفس الوقت يحتفل بافتتاح عشرات المدارس والجامعات الخاصة الأجنبية. عايز أقول لكم أنه من الواضح أن في سبوبة جديدة. بصوا العسكر عودنا على حاجة من أول ما جاء عبد الفتاح السيسي، أي حاجة بيلغوها بيعملوا بيزنس مضاد للحاجة اللي اتلغت دي ويشتغلوا بيه هم. هتقول لي ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هقول لك فاكر لبن الاطفال؟ بلاش. فاكر المحلول اللي هو بيتعلق للمرضى في المستشفيات وقال لك مفيش والكلام ده كله؟ راحوا عملوا مصنع في 6 اكتوبر، ازمة اللبن حلوها برضو بمصانع من عندهم. اي ازمة العسكر بيختلقها وبيلغيها وبياخد قرار بمحوها من الوجود بيطلع هو بالسبوبة بعد كده ويشتغل. يبقى في سبوبة جديدة هتتعمل في موضوع التعليم، ولازم عشان السبوبة دي تكمل يتم إلغاء التجريبي عشان السبوبة تتعمل. إنما إصلاح التعليم بيبدأ بطريقة تانية، بيبدأ بإصلاح المنظومة الإدارية نفسها، مش بتغيير المناهج.
يلا نروح لأحمد عبده. سيبكوا بقى من وزير التعليم وريحوا دماغكوا، الجيش خلاص نزل بمدارس بدر ب 30,000 في السنة، والفقير ما يقلقش على ابنه، الأسياد محتاجين سفرجية وبوابين وخدم وحشم. عرفتوا بقى السبوبة فين؟ هي دي السبوبة، بدر هي السبوبة. يلا نروح لآخر بوست معانا مشاهدينا الكرام. بلال عامر بيقول: وزير التعليم يرسل أولاده للتعليم في أوروبا، ووزير الصحة يسافر للعلاج في أمريكا، لذلك أحب مصر. يلا مشاهدينا الكرام بقى نروح من موضوع التعليم وقرارات وزير التعليم الجديدة بخصوص التعليم.